Hey geeks, welcome back to more A Man of Medan, يا حمدان. قلبي نائزني قلبي نائزني، مش عارف ليش حاس حالي راح انطز كتير في هذا الفيديو. نكمل؟ Let's go let's go، مش عارف ليش هيك قلبي نائزني. بعدين كل ما اتذكر اني قتلت اليكس وبراد الاخين في الستريم اللي فات وفي البث اللي فات بنقهر والله. حاسس انه كان في ممكن نتحاشى هاي الشغلة، بس جبت العيد. هلأ براد ما بعرف ليش وقع وانفتح راسه ونزل دم من راسه، يعني هذا ايش فيه ايش صار؟ واليكس مش المفروض انه اخذ سكينة من المطبخ وفي بجيبته سلاح؟ يعني اقل ما فيها لما حدا يمسكه من ورا. اقل ما فيها انه لما حدا يمسكه من ورا يطعنه بالسكينة، مزبوط ولا لا؟ بالنسبة لاليكس الاخ اللي مات اخر اشي، ليش اخذنا اوكي. انا يعني ما لحقتش العب اللعبة لحتى اتعلق فيهم الشخصيات، بس هي القصة مش قصة اني اتعلق بالشخصيات، القصة انه ليش يموتوا. خلصنا خوت شوي، يعني شوي هاي رصاصة. What is this? I wonder if this ship has anything to do with the plane from the dive. Oh. Okay. على الأغلب شكله في علاقة بتربط بين هاي السفينة والطيارة الغرقانة. فهمتوا شو قصدي بالنسبة لأليكس؟ والله قعدت أفكر فيها وكل ما ولما خطرت في بالي الفكرة انقهرت. أنت بتمشي بسرعة. Oh my god مش هاي. L1 I think. بتمشي بسرعة. مش عارف. معك سكينة يا أليكس، شفته مسكك من وراك، اطعنه بالسكينة اللي جبتها من المطبخ وخلص. ولا هذاك براد اللي انفتح راسه؟ مش عارف ايش فيه. Useless, let's keep looking. ما علينا خلص، اللي صار صار. انتوا تعرفوا شغلة؟ سوبر ماسيف جيمز اللي هو الاستوديو اللي عامل هاي اللعبة، عمل قبليها زي ما بتعرفوا Until Dawn من أحلى الألعاب اللي لعبتها على البلاي ستيشن 4، لكن لحد الآن أنا ما خلصتها لأني جبت العيد فيها وانقهرت ووقفتها وما كملتها، وبنفس الوقت مش جاي عبالي أعيدها لأنه خلص أنا ما بحب أعيد. Sadly no, but I'll keep my eyes open. اوكي شو اسمه الالعاب التفاعليه اللي فيها اتخاذ قرارات هاي ما الهاش اي مغزى او ما الهاش اي طعمه اذا عدتها، اذا في مثلا قرار اخذته وما عجبك وعدتها شو الهب يعني. لعنك الفلافل، تعليمات قناع الغاز. مش عارف احكي. تأكد من ارتدائك لقناعك قبل ان تساعد الاخرين في ارتداء اقناعتهم. طيب لا تفزع، ابقى هائدا، ابقى هائدا، بدل ابقى هادئا ابقى هائدا. انا ملموس، انا خايف، انا لما اخاف لساني يتعلثم. ابقى هائدا قال. اربط حامل القناع الغاز، ازل خوذتك، ازل اي غاز محبوس محتمل. يعني بعطينا تعليمات شو نعمل. اوكي واضح انه التعليمات كتير جابت فايدة مع هالزلمة اللي عفن جوا في الخزانة. يخرب بيته كيف نط. عرفتوا شو صار في Until Dawn؟ لعبة خرافية، بس انا شو مقهور فيها؟ لانه في ناس ماتوا والله. انقهرت في شي بالمفوق. يا شو اسمك؟ اوكي ويت ووك يا بكفي تلفلف. اوه نطي نطة. Help me out over here. في كتير ناس قتلوا كونراد هذا الأشقر في التختيم. Ain't exactly the grand concourse, but it'll do. You wanna give me a leg up?
والله الفليس هذه قوية ها. ولا فيك حيل ولا فيك حيل. يلا طلع في حد في حد في حدا زي اللي في ايدي معلمة عايدها هاي البنت فليس. مين مسكها؟ معقول حدا من الاشباح؟ هيك تعليمة ايد شبح او اشي. فعرفتوا كيف مثلا في اللي شاب صاحبي شار اللعبة بقول لي انا قتلت كونراد، وفي حدا تاني بقول لي انا قتلت كونراد الاشقر. قلت لهم انا اللي عاش معي كونراد والاخين اللي راحوا في طيس. احلى شيء انهم حافيين يا عمي، حافيين لقوا اشي يلبسوه باجريكم. هذا المكان مصدي، واذا انجرحت اجركم باشي مصدي كارثة، بيصير في غرغرينة و وفلا يخرب بيتك فليس. نقزتيني بقول بقول مين اللي واقف هون. على فكرة انا ما قليش ربع ساعة مروح. I thought it looked familiar. ايش؟ ما فهمت. كنت تلحق مين؟ كونراد؟ ما هي كونراد وراكي. طول بالك. خلص اذا بفتحش انسى الموضوع. ايش هاي؟ طب استنى استنى. استنى يا بطل الابطال. هي هي شوفوا شو مكتوب على بلوزته. سالم مكتوب على بلوزته. سالم سالم انا شفته. ترى ترى طلع بلوزة. استنى استنى يا جحش. ترى ترى شايفين بلوزة سالم. اللعبة عملت لي منشن يا آنسة منشن. تعرفوا آنسة منشن من سالي؟ ماي جاد سالي شو خطرها على بالي؟ آنسة منشن. أنا مش أهلين أهلين بالجساس المرمية. هلا هي لا بليز لا تنط، بليز لا تنط. بخ معك باللوكس اللي معي، بخلي وجهك مضوى مضواي. والله من عارف ان رايح انا هيني ماشي. بس انا بهذه الالعاب يعني بتكون امنيتي انها تكون الشخصية التحكم فيها سلس اكتر، بتحسه تقيل. هذا المجرم سوف يقتل نفسه. وانا شو اعمل؟ طب ما يقتل حاله، قتنيله ما هو اللي خاطفنا. لا على فكره بس هذا المجرم المنيح، هذا المجرف المجرف المجرم. جيكس ما توخزوني، انا هلا مروح من الشغل تعبان، بس جاي على بالي العب اللعبه وزمان ما نزلت اشي على القناه، فانا جاي على بالي العب لكن لساني يتعلثم لانني تعبان. No, but there's got to be a radio on this ship. There has to be. There has to be a radio on this ship. طب دور منيح يا فليسي. شو بدي اقول انا؟ Something's wrong here. If you were headed to San Francisco, you'd be crazy to take this route. Maybe they were laying low. Like hide and seek out in the ocean. اه هم كانهم جايين من طريق مش مظبوطة لحتى يوصلوا لسان فرانسيسكو. هم شكلها سفينة غريبة عجيبة كأنها بتهرب اشي. بس انا لهلأ ما فهمتش ليش في اشباح بالسفينة. عاصفة قوية، تقرير عن غرق، ضربات برق شديدة. او ماي جاد مش عارف اقرا. ضربات برق شديدة مش شعيدة. شعيدة ماي جاد مان مش عارف اقرا. انجراف في مياه ضحلة، يعني ماكلين هوا كاينين ما مبين. او ماي جاد انا مش عارف احكي ولا كلمة. عاد متغدي بس يمكن ما لحقتش اهطم. وات ذا فريك. على فكرة اذا نقزت وات في راديو. على فكره كونراد في صوت راديو. سيك مان ذس از سيك. شايفين الشخصيه ثقيله بالتحكم. I think Mushhead over here was trying to get a message out when he shuffled off the buffalo. شو الرساله؟ ميدي نداء استغاثه، محاوله ارسال نداء استغاثه. ما فيش. Sounds like they were pretty well fucked. انا اموت.
Damn it, man. Hey. Damn. Look. Holy moly, this radio's still kicking. Look, radio science hasn't changed much in 70 years. Okay. As long as there's power. I got this, folks. ايش؟ مش بعرف ايش بدي اعمل. Hell yeah. The sucker's alive. It's a number station. 8 52 186 49 What? 32 89 3 5 2 4 6 7 3 1 Ish. 5 13 16 69 Ish bimel. Military bandit. The military's got to be able to help us. Yes, right? Yes. Hello. Hello. Check, check, check. Anybody? Received. Over. Oh, fuck yeah, man. Okay. أحداثياتنا هي. Hey. Hey, if you can hear me, we're on this like it's a huge fucking old ass ship. Yes, our yes. Coordinates are 12 degrees 30 minutes south, 151 degrees 20 minutes west. Mayday! Mayday! Please repeat. Please repeat. Over. Hey. يلا. Fuck. Okay, we're on this it's an old freighter. It's like huge and abandoned. طول بالك. Hello, can anybody hear me? Is there anybody out there? Fuck, shit, fuck, fuck. Can you hear me? Come on, this is bullshit. Look at this. على فكرة أنا همي أنقذهم هلا صراحة خلص. بغض النظر شو حاخذ خيارات رح يكون هدفي إني أنقذهم. صار إشي تاني ما دخلنيش. بالحق مش علي. This has got to lead somewhere. Maybe we can find a way to get the power back. If the power's back, we could send a message over the radio. I think someone should wait here in case a message comes through. Oh, I gotta God. Be honest. I don't think I'm gonna make it down there in my shape. Julia, shall we? Yeah. Okay. كونراد ضل لحاله، ماتوا البنتين وماتوا الأخين ويعطينا ألف عافية وخلصت اللعبة. جيم أوفر. خلصت. إيش؟ بونز؟ أوكي أنتِ ما متيش واللي جنبك الحمد لله. يلا في أمل. على هذا. يجب خفض الصوت. Hey! Stop shouting! So, what's next? We gotta find out where we are. شوف هو منيح انك انت ضليتك جنب الراديو لانك ماكل هوا وبنفس الوقت انت حافظ الاحداثيات حافظ يقول لهم احنا وين فانه اوكي بعدين فيليس ما شاء الله قويه وشو اسمه يما ليش نازت يما بس على فكره الغاز منتشر في السفينة بصورة مش طبيعية مع احترامي يعني انتوا التنتين او كلكم ماكلين هواء انا حسب ما فهمت او حسب ما بتذكر من الستريم اللي فات انه في قائد جيش وفرقته احلى اشي الطوابق السفلى باي لعبة يا فيليس ما شفتنيش بريزدنت ايفل ما شفتنيش باوتلاست يعني شو احلى مناطق اكتر مناطق جابت للصرع سيك باي غرفة المرضى ايش في انا اوكي حسب عم بحكي القصة بصراحة حسب ما فهمت في قائد هو فريقه كاينين في غابة وجابوا معهم تماثيل المفروض انها تماثيل فيها ذهب او تماثيل ذهبية حطوها بتوابيت طلعت التماثيل ملعونة وانتشرت لعنتها في السفينة هيك فهمت
أو هيك بتذكر يعني. إيش فيه؟ أوه ماي جاد. ميديكال يا حبيبي، إحنا عندي تقرير الضابط المريض. شو مال المريض؟ بسرعة أعطوني شو ماله. يجب أن تتم حماية العالم الغربي من الولايات المتحدة. أعطينا إيش في ورا. أوكي. هلوسة ما هلوسة. طيب في أوكي. ناس مهلوسة. نيالي نيالي، ما احنا حنهلوس هلا مع هالدخان المنتشر الأخضر. أخ. أوه. يلا أعطينا إشي نقرأه، إشي مفيد يعني. ظهرت الثمالة على الجندي، طلع سكران ومش شايف حاجة، أعطيني. هنا يشتبك مع جندي آخر، يعني عشاننا سكران. أعطينا بسرعة إذا في إشي تاني بليز. السجن 10 أيام. أوكي سكران ضرب واحد، سجنوه 10 أيام. عجنوه 10 أيام، أنا مش عارف أحكي، أنا مش عارف أحكي. عجنوه 10 أيام، هذا هو العقاب، يعجنوه بالعجانة. What the freak man. على فكرة عند أخلص تسجيله أروح أنام ركد، أروح أنام ركد. آرثر ميلر جندي، سرقة صغيرة. شو بدك تسرق؟ شو السرقة بدك تسرق؟ وين؟ تم الاعتراف ممتلكات صغيرة تخص كبير الضباط. سرق السوبرفايزر تبعه. تجاوز حدود يومان في السجن، تم العثور عليه. نانانا جندي بالدرجة الأولى برضه ثمالة، طلع سكران، طينة. ولك شو هالجنود هدول المطششين برضه ثمالة. ولكم شو قصتكم؟ ماله؟ ليش ركزت على جو؟ ليش هي جوزيف؟ برضه سكران زي البقية، شو كلهم سكرانين؟ ليش ركزتي على هذا؟ شو اسمك؟ فيليس. هذا أي حدا بسكر بحطوه بالسجن وبعجنوه عجن. وين هديك؟ هيك. Hell of a girls' night out, huh? Is that something you do? Girls' night out? Yeah, duh. Duh. We'll have to go out sometime. If it's anything like this, I'll pass. عن جد. Thanks. ما أظنش جوليا. جوليا. فيليس جدية. بس يمكن هي جدية بشغلها ودمها خفيف لما هيك بالطلعات وشمات الهواء. مش عارف، خديها معك مشوار شوفي يا بتخلص. هذا الصبي اللي شفناه بأول اللعبة صح؟ شو بيطلع؟ I guess it could have been the son of someone on board. ابن حدا على السفينة؟ بوبس؟ آه بوبس، هو كان اسمه بوبس صحيح في أول اللعبة. مش في أول اللعبة. اللي مات في أول اللعبة كان بدور على ابنه، معقول ابنه كان معه؟ احنا رجعنا. جيسس جيسس ويت، شو هذا اللي على اجريك؟ خلخال؟ يم الخلخال الفلافل. ماي جاد. بما ان احنا في طوابق سفلية والطوابق السفلية هي عبارة عن غرف للمرضى، فحضروا حالكم لان اذعتي من الاخر. اسم المريض جون، مكان الولادة طيب، مكان التجنيد خلصنا، اضطرابات عصبية. طيب يتم مراقبته عن كثب ويتم ارسال فحص الطبي بعد اسبوع. لاحظته علامات ضغط شديد وادلة ذعر، طلع مصروع الزلمة، خايف كتير. طيب اوكي ايش في كمان؟ في شيء تاني؟ يتمتع بصحة جيدة، ليس لديه مشاكل صحية. اوكي هذا الحزين اللي ميت تحت هون، هذا لا هذاك جندي، هذا دكتور اللي ميت. الورقة بتحكي عن جندي عنده اضطرابات عصبية. جوليا انت ليش مش عم بتف... يما يخرب بيت جوليا، يخرب بيت جوليا، دايرة ظاهرها زي الفلافل. المشكلة ان الالعاب اللي بتكون رايقه وهاديه مثل هيك عملنا حادث. عملنا حادث انا وجوليا. الالعاب الرايقه اللي مثل هيك بتخليني انه بتهيالي بسمع اصوات وبشوف اشياء. عاد بكونش في اشي، بس يما بس بكون بتهيالي. او ماي جاد، افلات لاسفل محل ما وقع براد هون. لا صح. Come
see this. Look, down there. What? What? Oh, الموتور. That's the engine room. غرفة المحرك. Generator, right? يعني إذا في إيش. The ladder is broken here. Oh. I think I can jump the rest of the way. طيب. Wait. Woo, والله إنها على فكرة فظيعة. Okay. Yeah, fine. Just come down. خلاص دندل يعني دندلي حالك. أوه والله طلعت ما هي قليلة الثانية جوليا. شو بدي أقول؟ نسيت شو بدي أحكي. What the freak? Did you see that? سفن بارت التوتة. You didn't see it because it wasn't there. Hello? You've been seeing all this weird shit, right? You know that Manchurian gold wasn't actually gold. It was some kind of toxic chemical that wasn't contained very well. And then there's this weird fog all over the ship. Maybe that's the Manchurian gold. All this fucked up shit? None of it is real. We're hallucinating. We know the crew were scared shitless of something. Yeah. I think he was making them go mad. This couldn't have anything to do with the plane wreck we dived. It was a search and rescue plane. The whole reason it ever came out here was because the people on the ship sent out a distress signal. But I guess by the time the plane got here, the fog turned everyone's head around and they shot it down. Who knows what the hell they were thinking or thought they saw. Oh, God. All right, let's get going. إيش let's get going? يعني أنتوا لمستوا فلافل اللي جاب فلافلي قلبي بدق بسرعة قاعد وعم تحكوا شغلات العلاقة بالقصة عيب على اللي سمع كلمة واللي فهم اشي ولا قرأ اشي من الترجمة حتى قلبي بدق فريكس مان التمست والله التمست وانخرقت على فكرة على فكرة ما رح اعيد لما اخلص تسجيل هذا بدي اعيد اشوف شو حكوا لانه حكوا اشي بالقصة انه الذهب طلع مش ذهب طلع غاز وفي ضباب خلى الطيارة تسقط والله ما عارف شو حكوا على فكرة قلبي بدق عالي بيجي العب طيب اوكي مبسوط ماشي او اتوت محرك ديزل اوكي منيح بوفر اذا ديزل منيح كوشن طيب ايش مش نشغله ولا شو ليه مش عم بعطيني اشي اكبسه بلاش شكله لازم نعمل اشي قبل never should have spoken to these assholes I'm sorry if my brother made things worse sounds like it's not the first time sadly no yeah شايفين هذا الغاز اللي على او هذا الغاز اللي على المنتشر في الارض هو ال هو الذهب الاشي اللي بدوروا عليه او انه الذهب اللي بدوروا عليه طلع هو الغاز يا عمي انا وين رايح كبست على فكرة. Oh thank God, and it's working. Shut up! لا تصيح لما تصيح بتخوفيني. Yes, this is it, all right. Just throw the switch and let's get back upstairs. ليش؟ Whatever, dude. يلا موت وخلصونا. Right then, let's get back upstairs. Gotta find another way up though. يلا 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 احكي احكي الأحداثيات. قوم احكي listen we're back yes can you read me come on do you hear me are you hearing us over please say your situation over ما حكى يعني هذا been kidnapped all of us and there are things trying to kill us on the ship over recovery mission is on route to your location over خلص اوكي خلص حكالك رح يبعت اشي فرقة انقاذ خرب ليش هيك الفانوس تبع جوليا بنطنت اوكي حكى رح يبعت فريق انقاذ يعني يخرب بيته استني شوي مش من شوي سألوا حدد موقعك وما جاوبوش وقال له look at this the rebreather These are from the Duke. You think it still works? Maybe. Maybe a few minutes of air left? Should we bring it? It's just gonna slow us down. لا مش حتركه خلصين احنا بحاجة لكل اشي خديه عمي. I think you're wrong.
Half this damn ship is underwater. Could be a lifesaver. بالضبط. انتوا في المي، يعني انتوا بحاجة لكل نفس هواء. إلا إذا جبت العيد. هذا انجن. هذا يقتله. شيش. يفريك. Écoute moi. Non. Fais pas ça. Ta gueule. Ah! Enjoy, enjoy. J'avais dit de fermer ta gueule. Oh fuck. Shut up. تحكيش طلعش صوت. هذا انجن، هذا البوس تبعهم انجن، حد يقتله. هي الاشي هذا اللي تبع المحرك. بس حد يقتله يعني. بليز نو. انجن الزلمة. بس يما صار بيشبه لدوي من بلاد بورن. بسم الله. ايش صار؟ هلوس هلوس. فقد عقله. اعطينا اياه هذا، خليه معنا يا جحش. شافهم؟ ييه يما. لا كيف كيف كيف، لا بديش بديش، مش آخر وحدة، مش آخر وحدة يلعنها. ما بدي ألعب، بديش ألعب. يلعن شكل هاللعبة شو إنها مستفزة. بديش ألعب. ييه طلع. There's no use hiding, you little fuck. يلعن شكلك. بديش إياها تبعت القلب هاي. فيش إشي ضابط في هاللعبة معي. There must be plenty of that to go around, more than enough. And we're all in this together, right? يا زلمة اخرس، يا زلمة اخرس for God's sake. Shut up man. يما طلع اجينا لها الزفت هاي. يما and I'm to be left here to die. But I am the captain. I am in control. And I am the one that says who goes and who stays. Ah. خلاص بكفي قلبه زفت. يعني هلا زبطت. هنا خط ما في هذا الرجل. اختفوا. يس لانه معكوش اشي تدافعوا. معكوش اسلحة. معكوش اسلحة. يي علينا. ما بدي. خلص خلص خلص. بليز 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 بليز. بديش العب. لا خلاص خلاص. نو ذيس از تو ماتش، ذيس از تو ماتش. يعني شو كثير كثير تعجيزي الموضوع، كثير تعجيزي. وات ذا فريك. اوه ماي جاد. على فكره انا ملموس، على فكره 100 تاع. اعطوني اكبس. اعطوني اكبس. You think this door is strong enough? I guess we're gonna find out. طلع. Okay. None of you move. None of you go all changing on me now. Turn around. Slow. Real slow. Okay. All right. Not changing. None of that. Raise your hands up. Slow. No, no. Not like that. I said, no changing. Just put the gun down. Nobody has to get hurt. You think I wanted to hurt anybody?
I didn't get a choice in this, did I? It's in you too, isn't it? Isn't it now? Not again! It's all good changing on me! What are you talking about? What's changing? Stay away! Stay back from the mist! But there's no mist. Don't breathe it! Don't breathe the mist! What exactly does the mist do? It's life. Bringing things to life that shouldn't be alive. Oh. It's inside now. Inside with us now. Please just calm down. Stop! Stop! It's in one of us, isn't it? Put the gun down, now. Why would you say that? Why are you telling me what to do? Yeah, you breathed in the mist. It's happening. I can feel it. All right. Look, there was something misty, I guess, back there. I knew it. I told you. Did you breathe it in? No. Listen to me. We held our breath. There's no mist in us. Oh, really? I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? We've been down here for hours. We're dead. You've been holding your breath this whole time. We're dead. You're holding your breath right now. I'm dead. Oh, good. It's in me. I got the mist in me, don't I? It's in me, isn't it? I can feel it swirling around in there. It's changing me. On the inside. جذب المسدس. كيف تجذب المسدس؟ الهاء. الهاء. No. You're all right. There's no mist in you. You're okay. Stop. Stop lying. You can all see it in me, can't you? Mist is inside. Keep me alive. هذا بكل الحالات كان حيموت إذا هيك. إيش؟ إيش؟ ليه ما أخذتش المسدس؟ خذ المسدس! فيليس خذي المسدس لأنه في أبو رجل مسلوخة كان بالحكم ومع مطرقة رح يفقع راسك فيها. خذي المسدس! هيو! خذ المسدس يا فريك! تركت أنا خلاص على فكرة رح تجيب لي الضغط هاي اللعبة. Great. That's just fucking great. رح تجيب لي الضغط هاي اللعبة. رح تجيب لي الضغط. ليه ما اخذتش المسدس؟ There might be a way under the water. أيوة. Yeah, sure. Let's just start drowning ourselves in puddles. معناش الجهاز. معناش الجهاز اللي تبع المي هذا اللي فقع من شوي. Until Dawn, ما كانت صعبة. There's 400 هاي صعبة. Rivets in this room, which can only mean one thing. I've been in here way too long. خليك انت مستر سالم. Hey. Is anyone hurt down there? علي صوتك بزيادة عشان يسمعوك. Shit. I gotta go after him, don't I? خلص ما انت يعني شو اسمه؟ المفروض انه في فرقة انقاذ رح تيجي. فما بعرف يعني ما بعرف شو بدك تعمل. ما بعرف شو بدك تعمل. يعني جبنا يعني لهلا عايشين. هذا المهم. لهلا جوليا وفيليس عايشين. هل اللي عملته رح يترتب عليه موتهم؟ كمان شوي. مش عارف. صعبة قصة انك تكبس اكس على دقات القلب هاي. بده ينكسر اصبع من شوي. أنا مستفز معليش I'm sorry. أنا مستفز أنا
والله الألعاب التفاعلية مش سهلة ها للي بدي يلعب. درجن 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 مين هذا؟ اخ جاد نو نو بليز بليز خلاص خلاص انف انف ذيس از تو ماتش يا حلولي. على فكرة الألعاب التفاعلية مش سهلة أبدا للي بده يلعبها صعب. Okay. This is the exact moment where I can definitively state that I hate this fucking place. Even more than I did a minute ago. لا يا شيخ. بالله عليك. بكير هلا كرهت المكان على اساس انه شوي كان كله زهور وفلافل. في شيء هناك؟ يلا مين بده يموت؟ ايوه مين هذا؟ مين هدول؟ مين هدول؟ مين هذا الاشقار ابو شعرات؟ ومين اللي ان شاء الله فريقة؟ إناف إناف هذا الشبح اللي بيلحقني خلاص خلاص. هنا جميع الضباط مهمتنا البحث والإنقاذ حول المنطقة. نفتقر إلى نعوش البالغين الآن لسوء الحظ إن عثرتم على بقايا. اوكي قد كونيل في 60 داهية 60 داهية خرب بيتكم. شو كاينين تعملوا هون؟ شو كاينين تعملوا هون؟ ها؟ او ماي جاد شيت. لا خلص يعطينا ألف عافية أنا هيك خلص. لا لا خلص لا خلص لا خلص يعني ما نوم enough it's too much خلص أنا ما مضلش فيه حال خلص مش قادر عكل هالنأزات أنا خلص. Et ils me regardaient, droit dans les yeux, à travers moi, avec leurs yeux, avec leurs putains de grands yeux. Tu me crois pas? Non. Moi, je te crois pas. Arrête ça. Arrête de me regarder. Tes yeux sont trop. Non. Non. Oh, non, 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 bordel. Je vais te cramer les yeux. Oh, fous le camp avec tes yeux. Je t'en prie. Ah! Stay back! I mean it! You can't just kill my friend and call it quits, you piece of shit! هجوم! لا استنى! تراجع! ولك ما انت ضعيف! كنت اتراجع! والله راح تروح فيها فطيس انت! ايش؟ وانا اروح! انا معطيني ايش بدي اعمل؟ رح نغرق رح نغرق. ايش في؟ يعطيك العافية. وات وات يلعبها على اسري في اللعبة هاي على فكرة خلص لعبة بأعصاب الآلة بكفي والله. يلا آخر تكة. بسم الله بسم الله. جوليا انت ايش بتعملي؟
خلاص خلاص الكبسات عم ايه ايش كبست كبست ار2 صح ار2 انا نسيت التحكم مش ار2 بتوجهه بعدين ار2 كوم اون مان بلا هبل فداهي خلص اه خلص بليز انقذ حالك بليز خلصنا خلص خلص this is too much this is too... ايش وات وات خلص انا اعصابي اقسم بالله اعصاب ايش شو الان الان ما بعرف شو ايش هذا الهبل ايش اعطوني طب اتحمل اعطوني الكبسات عالفاضي عالفاضي we're dead اللعبة علقت no what the freak بديش العب بديش العب انتو كذبين على فكرة كذب انا كبست مربع مره واحده مش ما كنتش عارف لازم اكبسها اكثر من مره وطبعا فيش وقت لان هاي اللعبه فيش فيها وقت هذه اللعبه بدك تعمل الشغله باقل من ثانيه يا يلعن يا يلعن شرعب عم بدي شرعب خلص على فكره بدي اوقف الفيديو نو خلص انا نو خلصنا طب خلص يعني كثير مسلطين الكاميرا عليهم هذول التنين خلص اوكي خلص فهمنا انهم ماتوا فهمنا شكرا شكرا على المصور الفظيع اللي بصور قاعد شكرا خلص طيب ايش تعمل لود خلصنا بدي اعمل ستوب لانه انا تفزيت على الاخر حاليا بديش اكمل بديش اكمل يلا هلو اه حبيبتي براد واليكس وكونراد ضليتي انتي وجوليا هلا بجيب اخرتكم متخافوش هلا بتلحقيهم هلا بتلحقيهم تخافيش عليهم يلا بما انه انا اللي بلعب رح تلحقيهم اوفر ما بدي خلى عنه خلص this is too much انا مستفز على الاخر حاليا على الاخر مستفز مش قابل يخلص الكاتسين انا بدي الكاتسين يخلص خلص خلص نعمل سيف ايش تضحكي؟ ايش تضحكي؟ فيش اش بضحك؟ وات؟ All right. Let's try it. ايش صار؟ ايش يعني هذا؟ I thought he was right behind me. I could have sworn he was. I thought if I just turned around I could help him. يا خلص انت خلصينا انت الثانية. Alex would have gone through the door. He would have grabbed him. خلص Oh, Jesus! I saw it! Right through the porthole!
saw Alex get killed. هذه اللعبة القا. I'm telling you everything I know. I didn't see Brad. There was this crazy guy in a hood. That's it. هذه اللعبة القرار الخطأ اللي بتاخده بتضلها تحكي وتعيد وتزيد فيه. ليش ضلوا يجيب الكاميرا على هذا؟ لتكون عايش انت الثاني وانا ميت. ايش بالنسبة هاي اللعبة على فكرة كثير مستفزة. خلاص كثير مستفزة. يلا أليكس هيا ايوه اهلا اهلا كلهم كله معيد. Thank you so much. اوكي طيب بعدين فهمنا. اوكي يلا جيبوا لنا هذاك الدكتور النفساني يجي يسمعنا 100 كلمة. تفضلوا وينه؟ خلصت؟ What the freak? What? تعرفوا شو؟ أنا مستفز. أنا That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can't do better next time around. Not a very happy ending. Or maybe it is. It is not. Depends what makes you happy. It is not. I'm not happy. I suppose I'm very upset, you freak. Falls, you're either ready for it or you're not. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made at the heart instead of the head, or vice versa. Sometimes those decisions take a long time to have repercussions. But there are repercussions. مبين. Always repercussions. معكم أكيد معكم فيها عواقب. كلهم ماتوا. مش معطيني. وين راح هذا؟ مش معطينا فرصة كان أكبس. تخوتوا علي. Till we meet again. Maybe in little hope, maybe somewhere else. إيش little hope? But be certain, we will meet again. إيش little hope? It's inevitable. أوه صحيح. أنا حسب ما فهمت إنه هذه اللعبة. طب هلا انت غني لحالك حلي عني بديش اقول لك استني شوي بركي حدا حكي اشي. المهم انا فهمت انه هذه اللعبة تريلوجي يعني رح يكون منها ثلاث اجزاء. هذا اللي حكى عنها ليتل هوب هي الجزء الثاني. انا مش عاجبني الاول عشان يعجبني الثاني. اللعبة رائعة اللعبة كتير حلوة. مستفزة الله شو انا ما حسيتش في فرصة انه شو اسمه اكبس او اخذ قرار او اشي كله سريع 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 سريع. انا مستفز على الاخر يا الله مستفز على الاخر. اوكي جيكس خلاص عملنا تخطي عنا انا عني حاسس النهايه خطفتني. حاسس النهايه خطفتني. هذيك بتندب قاعدة على اخوها وهذيك بتقولها انا ما شفتش حق. بحياة اللي جابتك انت اللي ماكل سكينه في معدتك عشت. تنقذي مين يا حبيبتي؟ ما ضلش حدا تنقذي يا فرقة. وفري بنزيناتك ووفري معداتك وروحي عبيتك. ما فيش حدا تنقذي. رح تنقذي مجرم هو الوحيد اللي عاش في هالسفينة. مجرم انطعم بالسكينة وعاش يا حبيبتي يا فرقة. يا out of nowhere this thing just sent out an SOS. Guess we got a real life ghost ship here. Huh?
يا حبيبي رح تصير قصة تانية في السفينة مع هدول. رح يشموا الغاز ورح تصير فلافل. What the hell is this? Oh my god, على فكرة أنا جبت فرقة إنقاذ أخلص عليها، مش جبتها تنقذني، جبتها أخلص عليها بهالسفينة. على فكرة أعتقد إنه هذه أكثر لعبة جبت فيها العيد. أكثر لعبة تفاعلية لعبتها بحياتي جبت فيها العيد رسمي. والله. أنا شو حكيت من شوي؟ I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Going to sky. Okay, very good. Who's there? I hit her with my own hand. هذا الجزء الثاني من اللعبة Welcome to Little Hope اللي حكينا عنها المضايق المجنون. Little Hope 2020. أوه أوكي أوكي يا الله. أنا شو حكيت من شوي؟ حكيت إنه فرقة الإنقاذ جبتها أخلص عليها وقام أخلص عليها هذاك. خليك واقف انت تو يوقف حلو عني ها خلاص. This is too much. انا مش مبسوط، انا مش مبسوط نهائي ومستفز على الاخر على الاخر.